الشيخ رضوان علاش ما كنشوفوش في القنوات المغربية؟ ما كاينش المشايخ في القنوات المغربية، ما كيدوزوش. شمن كاين الدين والناس؟ اي قلالين، داكشي عندهم معزولين، غيكوزوا الناس كاملين. هادو ناس علماء ومشايخ كبار، ما حنا كنتفتفوا كنقدموا شي حاجه كنعرفها انا، وما علماء وما كازوش باقي كيكوزوا داكشي قليل وكذا. هاد العام يمكن ديك المسابقه ديال القران زولوها ايوا قضي حاجه وصافي. الشيخ رضوان والكوميديا، طبعا في الاول عرفنا الشيخ رضوان في فيديوهات ديال النكات واشياء تتحدث عن الاسلام بطريقه طريفه وما شابه ذلك، وكناش كنشوفوا ديك الشيء ربما قلال. علاش؟ لا اصلا الناس اللي كانوا لقاءات، غالبا هاد اللقاءات اللي كتكلم عليها كانوا لقاءات في المساجد، وهي ما كتكون كتختلف عن اللقاء في حفل مناسبه، ده عقيقه، اسبوع، عرس، ختانه، كنكون في مناسبات كنعمل كلمة في الموضوع، هذه كتختلف على في المسجد. ولكن كاين كلمات في المسجد، خطاب جمعة كاملة جدية وفي الموضوع، ولكن آخرين ما يمكنش. احنا في عرس ضاحكين ناشطين، وهذا عادي. الشيخ هذا ما بقاش كيمشي للأعراس والمناسبات. وانت محل واش عايش معنا؟ فين هما الأعراس؟ احنا باقا معنا تابعنا كورونا الكمامة باقا لدابا. كاين كدوري ما نقد. لا لكن كنقصد لك ما بقاوش، يعني بديك الناس باقا ما خرجتش، يعني الناس باش تعمل العرس دابا وتصرف فلوسها خاصها يجيو الناس كاملين وتتعوط الامور والجاليه يجيو ان شاء الله. ايوا هادشي اللي كاين. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.